بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد الاخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا الاخيرة من الحلقات التي استمرت طوال هذا الشهر الكريم اطلالة سريعة على وثيقة الاخوة الانسانية التي اصدرها الازهر الشريف وحاضرة الفاتيكان برئاسه الاخ العزيز البابا فرانسيس. وقد كانت البواعث الانسانيه المشتركه هي نقطه الانطلاق التي شجعتنا على ان نتحدث سويا وبلغه انسانيه واحده الى العالم اجمع. واستطيع ان اقول ان الله تعالى اتاح لهذه الوثيقه من الانتشار ومن اهتمام دوائر عالميه بشانها باكثر مما كنا نتوقع وربما كان الاخلاص في تقديم خدمه متواضعه للانسانيه المرهقه هو من وراء النجاح النسبي لهذه الوثيقه ونحمد الله تعالى ان قيض لها قاده ورجالا مخلصين تعهدوا برعايتها واجتهدوا من اجل تحقيق اهدافها وتحويلها الى واقع يعيشه الناس لقد سبق اصدار هذه الوثيقه تامل مشترك طويل في واقع عالمنا المعاصر وتقدير نجاحاته ومعايشه الامه وكوارثه وبخاصه كوارث منطقتنا التي نعيشها ونتنفسها اناء الليل واطراف النهار واتضح وكما هو متوقع ان اهم اسباب ازمه العالم اليوم يعود الى تغييب الضمير الانساني واقصاء الاخلاق الدينيه واحياء النزعه الفرديه والفلسفات الماديه التي تؤله الانسان وتضع القيم الماديه الدنيويه موضع المبادئ العليا الساميه ومع ايماننا العميق بالجوانب الايجابيه والانجازات الرائعه غير المسبوقه التي حققتها حضارتنا الحديثه اليوم في مجال العلم والتقنيه والطب والصناعه وكل مظاهر الرفاهيه الماديه الا اننا لم نستطع تجاهل التراجع الحاد الذي حدث في مجال القيم الروحيه والشعور بالمسؤوليه وما نتج عنه من طغيان شعور جارف بالاحباط والعزله والياس دفع كثيرين الى الانخراط اما في تيار التطرف الالحادي واللاديني واما في تيار التطرف الديني والتشدد والتعصب الاعمى واما بتبني كثير من الشباب لاشكال من الادمان والتدمير الذاتي والجماعي من هنا جاءت هذه الوثيقه التي تتحدث باسم الدين الالهي في مظاهره وتجلياته المسيحيه والاسلاميه والاديان السماويه لتخاطب العالم من خلال ثوابت اتفق عليها الجميع نذكر منها ما يلي التشديد على ان الازمات السياسيه الطاحنه مع الظلم وغياب عداله توزيع الثروات الطبيعيه اعقبت ازمات قاتله من الفقر والخراب والحروب وموت ملايين الاطفال جوعا وعطشا مع صمت عالمي غير مقبول التنبيه على ضروره توقف الهجوم على الاسره وان التشكيك في اهميه دورها من اخطر امراض العصر التاكيد على ان الهدف من الاديان هو الايمان بالله وعبادته وحث الناس على الاعتقاد بان لهذا الكون الها مدبرا وان الاديان هي ينابيع الاخلاق الكابحه لضراوه النزعات الشريره التي تحول حياه الناس الى جحيم وان الاديان لم تكن بريدا للحروب ولا باعثه لمشاعر الكراهيه والعداء والتعصب ولا مثيره للعنف واراقه الدماء وان هذه الماسي التي ارتكبت باسم الدين او تحت لافتته هي حصيله تاويلات منحرفه لجات اليها طائفه من بعض رجال الاديان من اجل تحقيق مقاصد سياسيه واقتصاديه دنيويه ضيقه ولذلك طالبت الوثيقه بضروره وقف استخدام الاديان والمذاهب الدينيه في تاجيج نيران الكراهيه والعنف وكذلك طالبت بالكف عن استخدام الله في تبرير اعمال القتل والتشريد والارهاب وقد اكدت الوثيقه ان الله لم يخلق الناس ليقتلوا وانه سبحانه في غنى عمن يرهب الناس باسمه والحريه حق لكل انسان اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسه وتعدديه الخلق عقيده ولونا وجنسا وعرقا ولغه اراده الهيه ومشيئه عليا لا يمكن تبديلها ولا تغييرها والحوار والتفاهم ونشر ثقافه التسامح وقبول الاخر يخفف كثيرا من حده فلسفات الصراع والتصادم ويسهم في احتواء المشكلات الناتجه عنها وحمايه دور العباده على اختلاف انواعها واجب تكفله كل الاديان والقيم الانسانيه والمواثيق والاعراف الدوليه والارهاب ليس نتاجا للدين حتى وان رفع الارهابيون لافتاته ولبسوا اشاراته وإنما هو نتيجة تراكم أفهام خاطئة لنصوص الدين، ونتيجة سياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعالي، ويجب وقف دعم الحركات الإرهابية بكل صنوفها، ووقف إمدادها بالمال والسلاح والحماية، ويجب ترسيخ مفهوم المواطنه القائم على المساواه بين المواطنين في الحقوق وفي الواجبات ويجب التخلي عن مصطلح الاقليات لما يحمله من معاني العزله والاقصاء الى نداءات اخرى كثيره في مجال الاعتراف بحقوق المراه وحقوق الاطفال وحمايه المسنين والضعفاء وامور اخرى واختتمت الوثيقه بنودها بالدعوه للمصالحه والتاخي بين اتباع الاديان لانه لا سلام بين الاديان الا بالتسامح والتاخي الحقيقي بين اتباع الاديان شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته